فضيلة الشيخ، امرأة حجت وعند رمي الجمرات رمت السبع دفعة واحدة علما أن هذه فريضة، فماذا عليها وما حكم ذلك؟ ما صح رميها، ما السبع إذا رمت السبع جميع ما تجزي إلا عن حصاة واحدة، فهي معناه أنها ما رمت الجمرات، فيكون عليها فدية، يكون عليها فدية، وهي ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم بدلا عن الرمي الذي لم يصح. نعم.